مايكل روزين. كلنا كنعرفوا هاد الشخصيه وكنا كنضحكوا من تنسمعوا كلمه ديال نايس. سنين وهاد الفيديو هو كيضحكنا. واش في خبارك مايكل روزين كان غيموت في سنه 2020 في مارس 2020. مايكل روزين كان في حاله خايبه بزاف، وكان كل يوم التنفس ديالو كيزيد يضيق، وكان مشى حتى للمستشفى، وكان في المحتمل يموت ديك الليله بسبب الكليتين ديالو فشلوا ليه وجهاز التنفس ديالو بدا كيتوقف ودخل في غيبوبه لمده 47 يوم، ولكن الحمد لله تعافى من بعد. وحاليا مايكل روزين تيرفع فيديوهات على القناه ديالو. الناس اللي ما كيعرفوش مايكل روزين فهو مؤلف كتب مشهور، وكانت الاغلب الكتب ديالو كتب ديال الاطفال. وهذه هي قصتنا اليوم مع مايكل روزين. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، والى اللقاء. الناس اللي كيعانيو من امراض نفسيه او مشاكل نفسيه وبغاو يتعالجوا عن طريق التنويم المغناطيسي يحاولوا يتواصلوا معنا على الواتساب، الرقم تلقاوه في وصف هذا الفيديو.